ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي وأسواق السلع ينضم إلينا عبر تيمز من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا محمد. سيد رائد بداية السؤال الأول هو من شقين حقيقة، بغض النظر عن الإشادات الرسمية لقرار خفض الفائدة، الشق الأول هل كان هناك تحرك للاحتياطي الفيدرالي سريعا بالقدر، أو هل كان هذا التحرك سريعا بالقدر الكافي لمنع الاقتصاد الأمريكي من انزلاق نحو الانكماش؟ والشق الثاني إلى أين يتجه الدولار؟ حقيقة محمد نحن ننظر إلى هذه البيانات الاقتصادية التي صدرت وإلى قرار الفيدرال الأمريكي بأنه نوعا ما كان مفاجئا للأسواق، ويعتد بذلك أو يعترف بذلك بين المستثمرين أن نسبة خلينا نقول نسبة 50% أو 50 نقطة أساس التي تم اقتطاعها من أسعار الفائدة الأمريكية كانت نوع من المفاجأة في السوق، وتنم على أن الفيدرال الأمريكي يستشعر مخاوف الركود الاقتصادي، وبذلك قام بالتوجه نحو تقليص أسعار الفائدة بشكل كبير جدا. وربما يمكن ذلك يعتبر حقيقة تأخر من قبل الفيدرال الأمريكي بعملية تبني سياسة أكثر مرونة وأكثر سهولة ونتحدث عن السياسة النقدية. ولكن نعود بالزمن بعض الشيء، نحن بنعرف أن الفيدرال الأمريكي كان يخشى من التضخم من خلال قراءتين متتاليتين من الارتفاع، أنه يكون هذا الارتفاع في التضخم آثاره سلبية نسبيا على الاقتصاد، وبالتالي أبقى أسعار الفائدة مرتفعة ما إن زال خطر التضخم حتى كان هناك اقتطاع كبير. الآن مع نظرة مستقبلية لمزيد من أسعار الفائدة المنخفضة، أعتقد أن الدولار الأمريكي في مسار هابط حاليا وسيستمر بهذا الاتجاه حقيقة حتى الاجتماعات القادمة، خصوصا ما إذا كانت بيانات الوظائف القادمة وبيانات الاقتصاد والجي دي بي وعفوا الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بيانات الناتج الإنتاج التصنيعي أو الصناعات التحويلية في قراءات سلبية، قد يضطر الفيدرال الأمريكي إلى تقليصات أكبر في اجتماعات قريبة، ربما قد تصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم. نعم سيد رائد، بننتقل من أمريكا إلى أوروبا عفوا واقتصادها الذي يعاني من انكماش وضغوط، خاصة الاقتصاد الألماني الأكبر في منطقة اليورو، ورغم ذلك فإن اليورو يظل قويا والأسهم لا تتأثر بالبيانات السلبية للاقتصاد الكلي على عكس ما تعلمنا في الاقتصاد، ما تفسير ذلك؟ حقيقة إذا بدنا نقارن نحن اليورو يعني اللي هو قوي أمام الدولار الأمريكي، لأنه أولا لدى الدولار الأمريكي مزيد من يعني المساحة لمزيد من التراجعات، في ظل أن اليورو من الصعب جدا المركز الأوروبي أن يتجه إلى تقليصات كبيرة في أسعار الفائدة خوفا من خروج التضخم عن السيطرة مرة أخرى. بالتالي يعني عملية موازنة سعر الفائدة بالنسبة للمركز الأوروبي ستكون أصعب بعض الشيء، ومقدرته ومرونته في عملية تحفيز الاقتصاد من خلال السياسة النقدية ربما تكون أقل بعض الشيء مع وضع الارتباطات المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وروسيا وضغوطاتها على المنطقة الأوروبية، وكذلك الأمر استنزافها للموارد المالية في المنطقة الأوروبية. كذلك الأمر في عنا نقطة مهمة جدا، وهو يعني مزيد من الضغوط التي قد ننتظرها على الشريك التجاري الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية فيما إذا كان هناك فوز لترامب. بالتالي العملية قد تكون أصعب على اليورو ومزيد من الارتفاعات متوقع. نعم طيب، بالحديث عن السلع سيد رائد، لماذا لا يرتفع سعر النفط في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وكذلك مع الوتيرة الحالية لصعود الذهب؟ هل سنرى مستويات 3000 دولار للأونصة قبل نهاية العام؟ صحيح، ممكن يكون ملفت للانتباه أن النفط لم يرتفع بالشكل الذي نتوقعه مع هذه التوترات الجيوسياسية، ولكن مخاوف تراجعات الطلب من الصين ومخاوف تراجعات الطلب إجمالا العالمي تقبع حقيقة، إضافة إلى نقطة مهمة اللي هي مرتبطة بأنه نحن عندنا أسعار النفط أصلا كانت مرتفعة بشكل كبير جدا، وبالتالي ربما هذه التراجعات هي قد تكون فرصة مناسبة لمزيد من الارتفاعات مع زوال مخاطر مرتبطة بالطلب أو
أنه تحسن نوعا ما في الأداء داخل الاقتصاد الصيني. في نقطة أخرى كنا عم نشوف بعض التقلب في أداء الدولار الأمريكي أمام بعض المنتجات، عم نشوف ارتفاع بالذهب في حين النفط عم نشوفه في تراجع، وهذا يؤكد على أنه مخاوف النفط في الفترة الحالية ربما هي مرتبطة بشكل أكبر بمخاوف طلب مستقبلي أضعف. نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.